أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وكل من قبرص واليونان في البحر المتوسط والمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن حقل ظهر للغاز الطبيعي لم يكن من الممكن اكتشافه لو لم يتم ترسيم الحدود. أنا بس عايز أقول نقطة هنا مهمة جدا لينا كلنا. الموضوع ده ما كانش ممكن يتعمل إلا إذا كان في ترسيم للحدود مع قبرص واليونان على البحر المتوسط ومع السعودية في البحر الأحمر. ما كانش ممكن نعمله. ما كانش في شركات هتنزل تعمل تنقيب في المناطق دي إلا إذا كان عندنا ترسيم حدود. أدي واحد. اتنين، أنا عايز أقول لكم عشان تعرفوا مش الفكرة ومش القدرة، الفضل بتاع ربنا علينا. الحقل ده لو مش موجود دلوقتي مصر كانت تبقى مطفية. مصر كانت تبقى مطفية. ما عندناش فلوس ندفع كل سنة كل شهر 2 مليار دولار بالأسعار القديمة للغاز عشان ندي محطات الكهرباء. 2 مليار دولار شهر، اللي لو بالأسعار الحديثة دلوقتي قد تصل ل 10 مليار دولار. يا دكتور يا طارق قول، كان يبقى 10 مليار دولار في الشهر أدفعهم عشان أجيب الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء اللي موجودة في مصر عشان مصر تفضل منورة. We'll be right back.